أهلا بكم مرة أخرى. هذا الدرس هو لرفع قالب جاهز إخباري على موقعنا لفريق ديالاس. أولا نروح على المظهر، بعدين قوالب، بعدين هاي القوالب الموجودة، أضف قالب جديد، رفع القالب. راح يكون صيغة القالب ZIB موجود على سطح المكتب. هذا القالب سويناه ZIP، هو قالب جريدة. ندخل على الإيمج، إذا نريد نغير اللوجو نغير هاي الصورة إلى اللوجو الخاص بفريق ديالاز، نسويها عبر الفوتوشوب. أنا محضرها مسبقا وضغطت هذا الملف بالأرشيف بصيغة ZIP وظهر لنا، ضغطت أوكي، ظهر لنا هذا الملف. راح نرفعه حاليا وين الجريدة، ضغطت تنصيب الآن، راح يقوم برفع الملف جاري فوق ضغط الحزمة، جاري تنصيب القالب، تم تنصيب القالب بنجاح. نعطي تفعيل، مثل ما تلاحظون تم تفعيل قالب جريدة. بعدها نروح نسوي معاينة، مثل ما تشوفون تغير الشكل بالكامل الموقع الرسمي لفريق ديالاز. راح نرتب هاي الحقول وراح نضيف السلايدر بالإضافة إلى الودجيت بالدروس القادمة. إلى هنا وينتهي هذا الدرس اليوم، انتظرونا بدرس قادم، في أمان الله.